ماذا فعل مجلس إدارة النادي الأهلي طوال سنتين ونص للحفاظ على حقوق جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية وردع المتجاوزين؟ خلال السنتين ونص وخلال تولي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، التزم النادي الأهلي وما زال ملتزم النادي الأهلي بالطرق القانونية واللوائح التي تحكم الرياضة المصرية، التي تحكم المؤسسات داخل مصر. فالنادي الأهلي من أول يوم النهاردة في أي حاجة خروج عن النص كنا بنلجأ للقانون بالكلام. لسه كنت هقول حاجه بالكلام، مفيش كلام، هو بالورق وبالمستندات وبكل حاجه عشان خاطر الناس بس تبقى عارفه. ده فايل كبير جدا لان انت بتلاحظ، خلي بالك اللي فيه شباب يقول لك ده ضعف. النهارده انت وصلت لمرحله، وده مؤشر خطير جدا لازم الناس تاخد بالها منه، ومؤسسات الدوله بالذات. النهارده ما تيجي تقول الصمت لغه العظماء تلاقي الناس بتتريق. انا ابني سالني سؤال نفس اللي حصل معايا، انا لسه كنت بقوله، واكتشفت اللي فيه زملاء كتير ليا في مجال عملهم اولادهم ابتدوا يسالوهم، هو يا بابي لو انا عملت كده هيحصل ايه الجيل اللي جاي؟ قلت له يا بابا هتحبس. لا ما انت عامل فيها ضابط ومدير النادي الاهلي. يا ابني في قانون، النادي الاهلي علمنا احنا نحترم القانون. هو ده اللي انت بتربيه في اولادك. طيب النادي الاهلي خاطب استاذ الكاتب الصحفي المحترم مكرم احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام كم مره؟ 13 مره. 13 خطاب حضرتك بتوجهه للمجلس الاعلى للاعلام ممثلا في شخص الرجل المحترم الاستاذ مكرم محمد. النهارده ال 14 اعتقد. النهارده ال 14. انت النهارده بقى النهارده كمان هو ده اللي خلاص. طيب 13 خطاب معانا على الشاشه برضه حضرتك بتتكلم. اتفضل يا فندم. التجاوزات خلاص. طب ليه وهفضل هنفضل نبعت وطول ما هنسلم الرايه هنبعت ليه؟ احنا النادي الاهلي متمسك بقيم ومبادئه، لان الكابتن محمود الخطيب عارف من مسؤولياته وعارف مين اللي فيه. فالنادي الاهلي كبير جدا يا جماعه، النادي الاهلي كبير ولكن مصر اكبر من الكل. كابتن محمود عارف كويس قوي الحاله اللي فيها مصر النهارده. انت مصر النهارده عندها مشكله في حدودها الغربيه ومشكله في سد النهضه، يعني في حاجات ما ينفعش احنا نخلط السياسه بالرياضه، ولكن في ناس عارفه كده. وفي الغرف المغلقه احنا بنقدر هذا جيدا طبعا، وكل واحد قاعد على كرسي، مش على كرسي بقى، رئيس النادي او العامل اللي شغال في النادي او عضو الجمعيه العموميه اللي قاعد على الكرسي بره بيقدر هذا تماما. فانت النادي الاهلي مش بقاش مشكله، انت مقدر هذا ومقدر الاحداث اللي بتدار حوالينا، ولكن حفاظ على حقوق النادي الاهلي عشان حد يجي ينسى. بنفكره 13 خطاب ل الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام. طيب ده بدايه من 10/1 حتى تاريخ اليوم 10/6/2020. من 10/1/2019 ما انا عشان كده بقول لك سنه سنتين 10/1/2019 انت بتخطب. ل 10/1/2019 تمام يا فندم. ل 10/6 ل 10/6 النهارده بقى 2020 اللي هو الجواب رقم 14. الجواب رقم 14. طيب خاطبنا مين تاني؟ 15/1/2019 خاطبنا رئيس لجنه القيم والاخلاق في اتحاد الكوره. خاطبنا الكوره السابق، اتحاد الكوره السابق. خاطبنا دولة الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. خطبنا المستشار محمد كنسوة رئيس اللجنة القضائية للقيم والأخلاق باللجنة الأولمبية، ودي لازم نقف عندها. يا فندم اتفضل. ليه؟ ليه يا فندم؟ أما بعتنا نخاطب اللجنة الأولمبية سيادة المستشار محمد كنسوة، وأنا أتذكر هذا جدا، كابتن خطيب ساعتها كان في العملية الجراحية اللي الناس كلها كانت بتسأل عليه وبتطمن عليه، وكانت هي الاخطر بس احنا ما كناش بنتكلم، والحمد لله رجع بسلامه وكان لسه في فتره النقاهه والمفروض اللي هو ما يخرجش. سياده المستشار قال طالما انت قدمت الشكوى لازم اسمع الشاكي بنفسي. طب يا فندم في وكيل عنه؟ قال لك بعد اذنكم ده قانون لازم اسمع الشاكي بنفسه. اما بلغنا كابتن محمود، طب يا كابتن بلاش دلوقتي، طب نأجلها شوية. كابتن محمود قال لا، احترام للقانون واحترام للقامات الموجودة أنا لازم أروح. معلش توضيح صغير، هو أنت بتقدم شكوى وبتروح تقول طبعا تتكلم. طيب أوكي طبعًا. عشان بس الناس تفهم طبعا. أنت ما بتقدم شكوى لازم هناك أقوال الشاكي. مظبوط. خلاص في جهات بتسمع للموكل أو لوكيلك اللي أنت الوكيل اللي أنت وكلته، بيبقى المستشار القانوني طبعا أو القانونيين وهم أصحاب
اقامات في النادي الاهلي الحمد لله وناس محترمه جدا طبعا جدا جدا طبعا. ومحدش زاد عليهم. وفي ناس النهارده بتقول لا. سياده المستشار محمد الكونسوة اثر على وجود الكابتن خطيب في ظل كان تعبان جدا. كابتن نام ما تاخرش دقيقه، نزل ورحنا قعدنا. طيب سمع اقوال قد ايه؟ اي حاجه للنادي الاهلي الكابتن ما تاخرش عليها الحقيقه. سمع اقوال قد ايه؟ قد ايه يا فندم؟ ساعتين ونص، ثلاث ساعات، ما يقرب من ساعتين ونص او ثلاث ساعات. وانا فاكر الفتره دي ما كانش بيقدر يقعد كتير، ما بيقدرش يقعد كتير، فاهم ازاي؟ ورغم كل ده احتراما لدوله القانون. احتراما لسياده القانون. طيب. كم خطاب للجنه الاولمبيه؟ كام خطاب يا فندم؟ اربع خطابات، ومن يومين كان الخامس. اوكي، افيدونا يا جماعه، افيدونا. تمام. بعديها سيد الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي، وانا اعتقد كان من قبله الاستاذ الدكتور المهندس خالد عبد العزيز كمان، وكان قبليه ده المهندس خالد عبد العزيز، ده كان قصه ثانيه. انا بكلمك بقى في تاريخ 15/1. اللي هو التاريخ 15/1، فاهم؟ 15/1 انت خاطبت مين؟ فاهم ازاي؟ ده غير يعني انت، انا بكلمك بقى بتواريخ مفصله. تمام. 15/1 انت خاطبت مين؟ خلاص، خاطبنا اللجنه القيمه والاخلاق، خاطبنا معالي دوله رئيس الوزراء، خاطبنا المستشار محمدي كونسوة، خاطبنا اللجنه الاولمبيه ممثله في رئيسها المهندس هشام حطب، خاطبنا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، خاطبنا الاستاذ مكرم احمد. عد بقى انت بتخاطب مين؟ ده يوم انت خاطبت كل الجهات، اللي هو خلاص يعني يا جماعه فاضل كيل. طب يا فندم احنا كده وقفنا عند حضرتك، قلت لكل الهيئات اللي حضرتك، احنا كده وقفنا في يوم، في يوم واحد، ايه اللي حصل عشان حتى وقتنا هذا لم ياتي الرد؟ خطبنا، تفسر ده بايه يا فندم؟ خطبنا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وهو له في معزه في قلبي. ليه؟ لان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان الحمد لله يمكن من الناس اللي ربنا سبحانه وفقها في عملها، اللي انا كنت مسؤول او من الدائره القريبه منه كشخص، فانا اعلم جيدا هذا الشخص وحبه لبلده وحبه لوطنه وايه اللي استحمله خلال هذه الفتره، لان برضه نفس القصه برضه كان هناك مؤامرات تحاك على البرلمان المصري سواء خارجيه او دوليه او داخليه لهدم البرلمان. ركن من اركان الدوله المصريه الاقوى اللي هو الركن التشريعي. وكان الرهان من اول يوم ازاي المجلس ده مش هيكمل. وكان الرهان للدكتور عبد، عشان كده انا دايما بدافع عنه وبدافع عنه دون تحيز، لان انا شاهد على العصر زي ما انا النهارده شاهد مع كابتن الخطيب على العصر، او شاهد مع مجلس هذا مجلس الاداره مع على ما يحاك به. فالنهارده ما اقدرش اقول له انت لغايه وقتنا هذا ما اخدتش قرار ليه، لكن اقدر اقول حاجه واحده، اللي انا اثق في هذا الرجل واثق في ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش بعد كده ثقه يعني، اللي في الوقت المناسب، وقت المناسب اللي كل الناس هتفرح، مش هقول لك اصل الاهلي هو كل ده ما جاش وقت المناسب. شوف دايما وانت قاعد صاحب قرار لك من الخلفيات ولك من ال 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 يعني في حاجات انت بتبقى مطلع عليها تبقى عارف امتى تاخد القرار. طيب. لازم نحط حاجه واحده بس، مصلحه تاني الدوله المصريه فوق كل اعتبار، نتيجه الظروف كلها اللي بتمر بيها، فاهم؟ هم هياخدوا القرار وانا متاكد من هذا الكلام، بس في الوقت المناسب. بس هي مصلحه يا فندم، مصلحه الدوله المصريه احنا كلنا عارفينها، وده كله بالظبط الاخلاق والشرف وعدم الوصول الى ما نراه الان من كلام، لان النادي الاهلي بيطالب بحقه. علشان كده احنا بنرجع نقول تاني ايه، هو فاضل كيل يعني، هي فاضل كيل. فخطبنا مجلس النواب. تمام. النهارده خطبنا مجلس النواب. طب كم مره خطبنا مجلس النواب؟ كم مره فهم؟ اربعه. النهارده الخمسه. النهارده الخمسه وعندنا ثقه في الله، لان انت كل اللي انت بتطالبه، كل شوف كل الملف ده اللي انت بتقوله النهارده. هذا الملف اللي الناس مش عارفاه، احنا يعني ده بنقوله ايه؟ عشان الناس ما تنساش، الناس بتنسى. احنا متمسكين وما زلنا متمسكين وهنفضل متمسكين طول ما كابتن محمود الخطيب بمجلس ادارته موجود، هذا الرجل الاخلاق ما ينفعش انا هتكلم فيها، هنفضل متمسكين بمبادئ النادي الاهلي، بتاريخ النادي الاهلي اللي الناس عايزه تتريق، فاهم ازاي؟ من هنا هتيجي بقى لحاجه مهمه جدا. قبل بس ما نروح لحاجه، انا بس عايز اكد لجمهور النادي الاهلي ما فعله مجلس إدارة النادي الأهلي خلال سنة ونص، زي ما العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال لحضراتكم كم جواب اتبعته، ولكن في النهاية مجلس النواب أربع جوابات اتبعته، والنهاردة الجواب الخامس يا سيادة العميد. النهاردة الجواب الخطاب، النهاردة الخطاب الخامس الحقيقة لدكتور
علي عبد العال رئيس مجلس النواب يعني بتقولوا فيه ايه الجواب؟ او يعني انا قريته طبعا في البدايه، بتقول فيه ايه يا فندم؟ او النادي الاهلي بيطلب في النهايه ازاء ما سبق. معلش نقراها تاني لان مهمه. اقراها للناس تاني، الخطاب على الهواء معانا. اقراها للناس تاني يا اسلام. ازاء ما سبق، وبعد ان اصبح القانون لم يعد طريقا كافيا للحصول على الحقوق المشروعه في وجود حصانه برلمانيه تحمي كل تصرفات صاحبها السيئه دون رادع قانوني، لذا برجاء التفضل بموافاتنا بالطريقة المشروعة التي يجب أن يسلكها النادي الأهلي ومجلس إدارته للحصول على حقوقهم القانونية من رئيس نادي الزمالك المتجاوز، خاصة وأننا على ثقة بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون كل الحرص على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي. ده كان مهم جدا، ورسائل عديدة قالها مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الخطاب. طيب أيضا خطاب آخر النهاردة من الكاتب أو إلى الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أيضا كان هناك ثلاث خطابات تم توجيههم إلى ثلاث بلاغات تم توجيههم إلى سيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي كيفية الردع، أو ثلاث بلاغات بيجب أن يكون هناك ردع للمتجاوز على حسب القانون المصري. عايزين نعرف تفاصيل الموضوع ده فندم. شوف، هو ده يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. يا فندم، مبادئ وتاريخ ازاي تحافظ عليهم. تاريخ مبادئ تطوير، يمكن هي في ظهري موجودة بالصدفة. تاريخ مبادئ تطوير، مبادئ تطوير اللي مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي متمسك بيها. خلاص، انا اللي عايز اقوله زي ما انت بتتكلم. طب النهارده احنا بنعمل ده ليه؟ عشان نحافظ على حقوق النادي الاهلي. ما بتردش ليه يا كابتن خطيب؟ بصراحه ربنا ما اقدرش اقول يا خطيب، يعني يا كابتن خطيب ما تردش ليه؟ فمش عشان حاجه، ما هو انت انا راجل الناس كلها عارفاني على فكره. الحمد لله رب العالمين، ولكن انت بتعمل الان في العمل العام. العمل العام ده ليه ضوابط. ازاي يبقى عندك النهارده قدره على عدم الانفعال، وقدره زي ضبط النفس، وضبط النفس في هذه المؤسسه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره عريقه لديها من الشعبيه، لازم يكون عندك قدره على ضبط النفس. ضبط النفس، لان في امور كثيره جدا. طيب النهارده وامبارح انا حتى بدات بكلامي في هذا الموضوع النهارده في حلقه اليوم. انا شخصيا يعني انا هتكلم عن نفسي، قعدت اضحك الحقيقه لما لقيت ان هناك بعض الاعلاميين، وهم قله الحقيقه، وبعض البوستات اللي بتتكتب على الفيسبوك او على كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لك ايه؟ هناك الحقوا، هناك تراشق ما بين قناه النادي الاهلي وقناه نادي الزمالك، واخرهم النهارده على فكره حازم امام مثلا في الاذاعه كان بيتكلم، ما سمعناش صوت حد من الناس دي خالص طوال سنه ونص بدايه من 15/1. لكن خد بال حضرتك، احنا ما فيش اي تراشق من عندنا خالص، وفي نفس الوقت ما عندناش رد فعل، وفي نفس الوقت احنا بقالنا او النادي الاهلي بقاله هبتدي من يوم 15/1 بقاله سنه ونص منتظر ماذا او منتظر رد. خلينا بس خلينا ما نزوقش الكلام، الناس فاهمه كويس قوي والناس عارفه كويس قوي، ولازم انت عندك الجمهور اللي وراك واعضاء الجمعيه العموميه اللي وراك كبير جدا 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 يعني. خلاص، وارجع اقول تاني ما هو انت عندك ولادنا وشبابنا، وانت رايح لفتنه. انت خطبت السيد وزير الداخليه، من ضمن الخطابات يا فندم احنا رايحين لفتنه. السيد وزير الداخليه، رغم ان المؤسسات انا عارف بقى كويس قوي وزاره الداخليه بتتعب ازاي دون تحيز، عارف كويس قوي المؤسسه العسكريه بتتعب ازاي دون تحيز، عشان ما حدش يقول احنا عشان كده النادي الاهلي ما بيحبش يخش، ولكن احنا عارفين كويس قوي. عارف كويس قوي انت بتعمل ايه عشان تكافح الارهاب، عارف كويس قوي انت بتعمل ايه عشان نقضي على فتنه موجوده في الشارع المصري، عارف كويس. فممكن تيجي على نفسك شويه، وبيجي لك تليفونات كتير، لو سمحت تعالوا على نفسكم، معلش اصل ده مش عايز اقول يعني بيتقال ايه، فما تاخدوش على الكلام، ناخدها بنضحك. احنا وصلنا لهذا الكلام، لكن الشارع لا، بس الموضوع تعدى الضحك دلوقتي يا استاذ العميد. خلاص، انت بص، في فرق بين اللي انت النهارده تنقد او تطلع تدافع عن حقوقك زي بالزبط. ما كابتن حلمي طولان قال، هو لازم ابقى قليل الادب عشان بدافع عن حقوق الزمالك؟ ما انا راجل مؤدب، انا بدافع عن حقوق النادي الاهلي. فانا عايز اقول حاجه يا جماهير النادي الاهلي، يا اعضاء الجمعيه العموميه، اطمئنوا هذه المشكلات اللي هي بتيجي عشان خاطر النادي الاهلي هدفها الاساسي
النادي الاهلي ما تديش فرصه. النادي الاهلي نادي وطني يحترم كل مؤسساته وله دور. النادي الاهلي نادي تربوي عارف دوره التربوي كويس قوي. النادي الاهلي نادي الاخلاق عارف كويس قوي ازاي يعلم اخلاقه. وخدنا خلال الفتره اللي فاتت في السنتين ونص دول بس غير قبل كده عشان بس ما نقولش قرارات تربويه من غير ما حد يفرضها على حضرتك، قرارات تربويه في حق لاعبين في النادي الاهلي واجهزه فنيه خرجت عن النص رغم ان في كثير. دي المبادئ اللي اتربينا عليها. دي المبادئ اللي اتربينا عليها.